مين الصوت هذا؟ يلا قول له، قول لهم حكاية الكلب الأحمر. الكلب الأحمر راح مدته النار كرشة كده، وبعدين عمل لك إيه الكلب الأحمر؟ أو وبعدين؟ أنا قريت أخذ السجاير بتاعتي؟ أخذ أكل السجاير بتاعتي؟ أكل. وبعدين؟ شربها وكلها. وبعدين وأنت قلت له إيه؟ قلت له عيب. عيب إيه؟ عيب عيب مش بيقول عيب، قلت عيب. هو كلب هنوتي؟ أنا زعلت منه. هو كلب هنوتي؟ مش بكلمه الكلب الأحمر ده. ليه؟ عمل لك إيه؟ بيشرب سجارتك، خد سجاير خيلت ونجريت وراه. وبعدين؟ ضربته بالعصاية. ضربته بالعصاية فين؟ على ديله كده. كلب المقرود ودودة دودة تعزل حدودة. قولهم باي باي.